متواصلين معاكم وحياتنا، وبنبتدي معاكم فقراتنا وحلقتنا النهارده. بنتكلم فيها عن استعدادات لاستقبال الطلبه والطالبات لامتحانات الثانويه العامه كمان 12 يوم تقريبا. فكره التعامل مع الورقه الامتحانيه ومواجهه لجنه الامتحان واشياء كثيره جدا بنبتدي الحديث عنها مع ضيفنا اللي مشرفنا على الهواء النهارده للحديث عن هذا الموضوع، استاذ محمود نادي، خبير تربوي وموجه اول لغه انجليزيه باداره اسوان التعليميه. اهلا بحضرتك، شرفتنا. كل سنه وحضرتك طيب، موسم امتحانات. هنقول ايه في البدايه بشكل عام للتعامل مع الامتحانات الاول كلها، وبعدين هندخل على اللغه الانجليزيه بالتحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا احنا يمكن الطلبه الثانويه العامه معذورين في الفتره الجايه ديه، ليهم اكتر من حوالي سنه دلوقتي ما شاء الله، من شهر 7 اللي فات، ما بين دروس وسناتر وبرايفت ومراجعات وشغل، لكن كل اللي فات ده حاجه، والفتره اللي جايه دي حاجه ثانيه. ال 10 ايام الجايين دول محتاجين من الطالب تركيز شديد جدا في حاجه واحده. اول حاجه ان هو يبتدي يحل امتحانات، حل امتحانات على قد ما تقدر. خلاص انت عملت اللي عليك، حل امتحاناتك في جميع المواد بتاعتك، اعمل جدولك للمراجعه كويس قوي، ابتدي بقى قسم يومك. يومك ما شاء الله دلوقتي انت عندك 24 ساعه، قسم يومك على فترات، خلي جلسات مراجعه ساعتين وراحه نص ساعه ساعتين كده، ريح ساعتين كمان خالص. لو انت في اليوم عملت جدولك ان انت هتذاكر في اليوم على اربع مواد او على اربع فترات، ممكن تراجع في اليوم 8 ساعات، مرتاح جدا. بس اهم حاجه تبقى حل امتحانات، وحط لنفسك هدف انت وبتراجع. يعني مثلا دلوقتي انا هقعد هذاكر من 8 ل 10 الصبح، هذاكر او احل امتحانات على الباب الاول، على الوحده الاولى، على يونت 1، يبقى حاطط لنفسي الهدف وابتدي احله. وبعد ما اخلص اراجع اجاباتي اذا كان هذاكر لوحدي، واشوف ايه النقط اللي انا ما كنتش عارف اجاوبها او فيها صعوبه بالنسبه لي، ارجع تاني ارجع لها درس اراجعها تاني. ده في جميع المواد بقى، عشان ايه؟ يبقى مستعد تماما للثانويه العامه. لان احنا معظم الطلبه بتذاكر بس، او رايح فين؟ رايح الدرس، جاي من فين؟ جاي من الدرس. لكن بالزبط. شغلك البراكتيكال الفعل فين بالظبط؟ ما بيتعملش. هم تحس ان هم وصلوا لمرحله دلوقتي يا مستر محمود بقوا محتاسين. اروح الدرس، لا اذاكر، لا اراجع، لا انا هاخد بريك، ويرجع يفتح الكتاب تاني. تحس ان هم لايصين وسط كل حاجه، لايصين واولياء الامور ضاغطين عليهم طبعا. او بالظبط كده. وعندك برضو كل واحد بيسال اصحابه، عملت ايه في الماده الفلانيه؟ أيوة. لا والله لميتها، لا ما لميتهاش، لا طب المستر اللي بناخد معاه راجع لنا، لا احنا في الفصل خلصناه، انا حليت. فكل الكلام ده بيعمل تشويش للولد. وخاصه اللي هو شغال بدون خطه بيعملها لنفسه كده في البيت، المفروض مع بابا وماما كده بيظبطوا له الخطه، الجدول اللي انت يا ابني هننظم لك مذاكرتك ازاي، وهو بينظم وعارف ايه. انا بس كل يهمني في الطالب ان انت لما تيجي تقعد تذاكر، ذاكر على هدف. يعني ايه هدف؟ انا هقعد هراجع الحته دي، واخلي الهدف بتاعي حاجه بنسميها اتشيفبل، قابل للتحقيق. يعني ما اديش مثلا لنفسي ان انا هراجع الباب الفلاني او يونت فلان في الانجليزي اللي هي فيها ست دروس ولا خمس دروس في نص ساعه، ما ينفعش. او هعمل حاجه مثلا اللي هي مثلا تاخد مني 10 دقائق، احط لها هدف ساعه. لا، انت نظم وقتك وحدد. وانت الطالب طبيب نفسه برضه، عارف ايه نقاط قوته وايه نقاط ضعفه. ودلوقتي عندنا مصادر المعرفه كتيره، لو حب يخش على بنك المعرفه بتاع الوزاره هيلاقي، هيخش على المنصات بتاعه الوزاره هيلاقي، كتاب المدرسه هيلاقي. لو دخل دلوقتي عندنا الوزاره برضه عامله حاجه اسمها مبادره تحيا مصر او حياه كريمه نازله في المدارس، وهيخش يحضر ويشارك. والنماذج النماذج الاسترشاديه اللي نازله في الاسترشاديه بتاعه الوزاره. ما اصبحش الولد دلوقتي تايه، لا انت عندك 50 او 100 لا مصدر. هو مش تايه في المصادر، هو تايه في الوقت، في تنظيم الوقت، تايه مع نفسه. هي تنظيم وقت. هي كل الحكايه. انا بقول لاولادي ايه؟ انت يا ابني عندك اليوم 24 ساعه، نام 8 ساعات، نام 10 ساعات، هيفضل لك 14 ساعة، العب 4 ساعات، هيفضل لك 10. لكن اللي بيحصل إيه؟ أنا اليوم 24 ساعة بنام 14 ساعة وبلعب 8 ساعات. هو مش بيلعب قد ما هو مش عايز يواجه، مش عايز يواجه بالظبط. وده برضو عشان أتغلب على خوفي، حل امتحانات. الفترة دي حل امتحانات، هات الامتحانات القديمة كلها حلها. وما تسمعش بقى لزمايلك ولا الخبرات السابقه، الماده دي سهله، الماده دي صعبه، الماده سهله بالنسبه له هو غيرك انت، صعبه بالنسبه له هو غير بالنسبه لك انت. انا اخش في الماده او اجيها وما اخافش، يحصل لي ايه؟ هتلاقي نفسك ما شاء الله كده ربنا فات عليك وبتحل، ولما تحل كتير هتلاقي الاسئله والافكار كلها ابتدت تثبت في دماغك، هتعرف تتعامل مع اي فكره وتعرف تريكاتها وتعرف متشابهاتها. وخاصه دلوقتي ان يعني ما شاء الله في النظام الجديد ما بيعتمدش على الحفظ زي زمان، بيعتمد على التحليل،
والابتكار والتطبيق، المهارات التفكير العليا. يعني مش مثلا هحفظه حاجة يخش يلقاها، لا ده نفس المعلومة بس هتيجي بتصرف. كنا زمان على أيامنا بنحفظ حتى بداية المقدمة بتاعت أي باراجراف، نحفظهم ثلاث أربع سطور حافظينهم وحاطينهم وبعدين نشوف هنعمل إيه بعد كده. دلوقتي مبقاش في الكلام ده، صح؟ أنت حتى لو هتجيب مقدمة تجيبها مقدمة، دلوقتي بيتسأل في فنيات المقام حاليا الجديد في الإنجليزي عندنا، بيتسأل في فنيات الباراجراف. يعني الحتة دي في المقدمة اسمها ايه؟ الحتة دي اسمها ايه؟ ازاي اكتب كلمة تشد انتباه القارئ؟ دي اسمها ايه؟ بيتسأل فيها. وكمان لما يجي يكتب الباراجراف بتاعه او الاسي بتاعه لازم الكلام ده يحطه في اللي بيكتبه. طب كل ده عليه درجات، خاصة الاستعداد. عندنا سؤال المقالي نزل لسه كنت عايز اسال حضرتك عليه، وخصوصا في ماده قويه وماده اساسيه موجوده في العلمي والادبي زي اللغه الانجليزيه، من مواد كمان اللي الطلبه المفروض ان هم يلموا بيها درجات، لانها بتعتبر هم بياخدوها تقريبا من ابتدائي، فالدنيا ماشيه الى حد كبير فيها، ومش زي المواد الصعبه التخصصيه اكتر. لكن هنقول انه بيجوا في اسئله المقال في الانجليزي هم مش عارفين هيتعاملوا ازاي، هل هي تبقى جرامير جرامر، عفوا بقولها بالفرنسي، هل هي تبقى جرامر ولا هتبقى اسئله شكلها ازاي؟ سؤال مقالي هيبقى شكله ازاي؟ طب انا هتكلم بقى لابننا الطالب او بنتنا الطالبه ازاي يتعامل مع ورقه اللغه الانجليزيه في الامتحان. تمام. الورقه بتاعتنا فيها قسمين، قسم اللي هو الاسئله الموضوعيه، وفي قسم اللي هو المقالي اللي هو فيه اسئله القصه وسؤال اللي يكتب المقال نفسه الاسئله. لما يجي الولد، احنا معظم طلابنا بيعملوا ايه؟ ما بيقراش الجمله للاخر. ايوه، يمسك هو فاهم او حافظ دي بيجي معاها دي بالظبط، دي معاها هو دي. حافظ مش فاهم. لما تلاقي دي حط دي، لما تلاقي دي هات دي. لا، اختلفت دلوقتي كتير جدا، لازم يركز، ده لازم يقرا الجمله ويعتبر كل سؤال في الامتحان هو سؤال ترجمه. كل سؤال في الامتحان هو سؤال ترجمه، هو لازم يترجمه، لازم يترجمه علشان يعرف يحله. وكمان دلوقتي انا حاليا بقول للطلاب ايه، انت حاليا طالب ثانويه عامه في الانجليش لانجوج بالذات، انت طالب بارتس اوف سبيتش، يعني لازم تبقى عارف كل كلمه في الجمله هي ايه، مين الفيرب، مين الفعل، مين الناون، الاسم، مين الادجكتيف، الصفه، مين الادفيرب، الحال، البريبوزيشن، حرف الجر، لان كل حاجه من دول في الجمله بتغير معناها، بتودي لك اجابه في حته تاني. صحيح. يبقى لما اترجم الجمله كويس واعرف كل كلمه هي نوعها ايه، والكلام ده بندرسه من اول السنه والسنه اللي فاتت. واهم حاجه يعرفها الولد دايما كده، اول ما يبدا الجمله حط ايدك على الفيرب، على الفعل. اول ما الولد يحط ايده على الفعل بتاع الجمله، لان هو اقوى حاجه في الجمله، هيعرف بقى اللي قبله ده الفاعل واللي بعده المفعول، ويبتدي يفهمها صح. ده انا بتكلم على الاسئله الموضوعيه. الاسئله بتاعتنا نصها كلمات على الفوكاب والنص الثاني على الجرامر والقواعد. طيب انا يا مستر حافظ الكلمات وزي الفل والحمد لله عشان حافظهم وعرفت اترجم، اخترت الاجابات الصحيحه. المشكله اللي بتواجه الطالب ايه بقى؟ والطالب يقول لك الامتحان صعب، والطالب يقول لك الامتحان سهل، الطالب يقول لك الاسئله لفه، والاسئله مش عارف مش مباشره او اسئله مباشره. لا، الاسئله بتاعت الجرامر الولد لما بيقراها يعتبرها بالظبط مساله رياضه. يعني ايه يا مستر مساله رياضه؟ حل الجمله بخطوات. دايما التفكير العلمي كده والمنظم، حل الجمله بخطوات. نمره واحد، انا دلوقتي مسكت الجمله، انا دلوقتي محمود اهو قدامي الجمله هحلها، بعمل لها بحل كده وخلاص. لا، الجمله بقراها بفصصها كلها، افصصها. طيب اول حاجه من بدايات التفكير المنطقي علينا ايه؟ شوف زمن الجمله ايه، التنس بتاع الجمله ايه. اذا كان تنس الجمله بتاع بريزنت مضارع، يبقى تكمله الجمله او الاختيارات لازم تبقى في الفيوتشر او هتبقى في البريزنت، يا مضارع يا مستقبل، هي اللي هتودي الجمله في منطقه ثانيه. طبيعي. اذا كانت الجمله بتتكلم نصها عين في الباست في الماضي، يبقى النص الثاني بيتكلم على الباست. حاجه بنسميها التايم لاين بتاعنا كده، ان الجمله بتاعتي ما ينفعش اقول لك انا امبارح هقابلك، لكن ينفع اقول لك لما اشوفك هقابلك. ايوه، بالمنطق كده يعني. أيوة. فلازم اول حاجه الولد يحدد زمن الجمله، اذا كان بريزنت مضارع هيدور على الناحيه الثانيه على المضارع او على المستقبل، المستقبل. اذا كانت ماضي هيدور على الماضي، هتفضل ماضي طول الوقت، ماضي بانواعه بقى. طيب عرفتها كده، دي اول حاجه الولد يخلي باله منها. الحاجه الثانيه، هل الجمله عندي اكتيف ولا باسيف؟ هل الجمله مبني للمعلومه ولا مبني للمجهول؟ لانها دايما في الاختيارات بيجيب له نفس الجمله والاختيارين تحت بعض، واحد معلوم واحد مجهول، علشان يقيس هو فهم الجمله اصلا في الاول ولا لا. عارفها الجمله باسيف، يبقى لازم يكون فيها فيرب تو بي عندنا، ولازم يكون فيه باست بارتيسيبل تصريف تالت. عارفها اكتف خلاص مش محتاجه القصه، فعل ومفعول. طيب خلاص، يشوف بقى الفيرب اللي عندنا،
كل الكلام ده درسه هو في المدرسه، يعني ده مش جديد، درسه في الحاجه بتاعته. الفيرب اللي عندي، هل الفيرب اللي عندي فيرب ستيتيف ولا دايناميك؟ يعني ايه فيرب ستيتيف؟ هل الفيرب اللي عندي فعل من افعال الجمود اللي هي الوصف زي افعال الملكيه وافعال الصفات والكلام ده كله، ولا افعال حركه؟ هي اكبر مشكله بتواجههم يا مستر محمود هي فكره الازمنه اللي حضرتك قلت عليها. هو بيترجم كويس وعارف الفرق بين الفاعل والمفعول والصفه، واذا كانت الجمله رايحه فين. هو اكتر حاجه بتخليه، لان هو متسرع مش مركز، ان هو ما بيبقاش عارف زمن الجمله ايه، فممكن يختار على اساس زمن جمله تضيع الجمله خالص. بس هو لازم يركز. ده من رابعه ابتدائي تصرفات الافعال اللي هي جو وينت دون بلاي بلاي، ويفهم ويفهمها. بس قصدي ايه؟ لما بيحل بخطوات يبقى هو عارف بيعمل ايه، فاهم بيعمل ايه. بعد كده يرجع بقى لحاج جورج قرداحي في من سيربح المليون، يحذف اجابتين. ما انا بعمل كده، بيعمل ايه؟ طالما انا قريت الزمن مضارع يبقى هستبعد، خصوصا كمان الوزير وعد بحاجه لعبه ليها ماضي، استبعد الوزير مضارع. وعد بحاجه مهمه جدا في المؤتمر الصحفي اللي عمله، ودي حاجه برضه من الحاجات الكويسه جدا، هي ان السنه دي في الاختيارات مش هيجيب اجابات متشابهه. اها، هتبقى في اجابات مستبعده تماما واجابه واحده صحيحه علشان الولاد ما يتلخبطوش. في علم وضع الاسئله يعني الاختيارات هيسموها الاختيارات، هي ما اسمهاش اختيارات، هي بيسموها في العلم بتاعها المشتتات، او بيسموها بالانجليزي ديستراكتورز. على فكره يعني اروح لنقطه فلسفيه شويه، في الحياه عموما عايز تتعب اي حد دي له اختيارات كتير. حتى في حياتنا العاديه هو لا، الولد في اولى وثانيه ثانوي بيختار اي جبتين. حد لما بيختار حاجه بيتعب. يعني في بالك خيارك خيارك اي خيارك خيارك بالظبط. هو الولد في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي عنده سؤال انه بيختار اجابتين في الجمله الواحده، في سنه ثالثه بيختار اجابه واحده. عشان يختار الاجابه دي لازم يفكر منطقيا ويستبعد اللي ما ينفعش، ويحصر اجابته بين اجابتين يختار منهم الاجابه الصحيحه. ده الجزئيه الموضوعيه العاديه بتاعت الكلمات والجرامر. عندنا بقى اسئله تانية اللي هي اسئله المهارات برضه، ودي اختياري. بنجيب له اربع جمل في الامتحان ويقول لك مين الجمله اللي فيهم صح كجرامر كصياغه قواعد، او مين الجمله اللي فيهم اللي مش صح. فده يستلزم الولد يبقى ايه، حافظ ولا فاهم؟ يبقى فاهم ومركز. ويفهمها ازاي؟ مش بس فاهم ومركز. ومركز لان اكيد الفرق هيبقى شعره ما بينهم. ونفس الكلام لازم ياخد باله من الترجمه. هتلاقي الاربع جمل شبه بعض، فرق كلمه في حرف، في حرف جر، في حرف جر بالعربي، في تشكيله. يبقى ولد يبقى لازم فاهم مين الصح. عايزه تركيز، يخش كده اللجنه يقرا، اذا كان مسلم يقرا الفاتحه ويدعي، اذا كان مسيحي يقرا ويدعي ادعيته، ويهدى خالص ملوش دعوه بحد خالص في اللجنه. دخل لجنته ربنا يكرمه منه لورقته، ياخد نفس عميق ويبتدي ايه، يقرا ويحل زي ما هو عايز، يخلص لجنته على بيته، ما يرجعش مع حد. لا من زمايلك. كتير من الناس بينصحوا بفكره المراجعه دي، بلاش منها خالص. ويا ريت الماميز ماما بتاعتنا ما تنزلش. النبي خلي الامهات على جنب، بلاش تتكلم على الامهات دلوقتي. انا بقدر جدا ان هم يعني شايلين الهم والمسؤوليه ونفسهم بناتهم واولادهم يبقوا وصلوا احلى حاجه في السماء، لكن تلاقي للاسف هي ليها اثر سلبي. فالام تحسها هي اللي في السميع العام، فتصحى الصبح قبل البنت يلا يا بابا، وتاخدها تنزل بايديها على المدرسه، فهي من غير ما تدرى مخليه البنت شايله عبئين في ستريس رهيب. عبء الامتحان، وهقول لماما ايه؟ هقول لماما لما اطلع ايه؟ ماما تسلمك اللجنه وقاعده لك مستنيالك. كويس؟ ما هي مذاكره المنهج وحافظاه. وهتسالك حليتي دي ايه؟ وتلاقي بقى كل المميز بره خبراء في الماده كلها. خبراء في المدرسين كلهم، وبنتنا عملت ايه؟ هو حقهم برضه، بس ما يبقاش بالستريس ده. البنت هتطلع لو غلطانه في جمله او في كلمه او في مساله هتبقى شايله هم ماما. وماما هتطلع بره هتزعل، لو ماما مثلا هاديه كده بس زعلت او دمعت يبقى البنت هتعمل ايه؟ هتتشتت. انا احبطت ماما. وبعدين الامتحانات جايه ورا بعضها، هيأثر على الامتحان اللي بعده. خلاص انا حليت، عملت اللي عليا، خلاص سلمت ورقتي وطلعت. ركز في اللي جاي بقى، اللي راح بمميزاتها بعيوبها بخيرها بشرها، راحت خلاص. ده وارد، اصله هي امتحانات كده. وبيفرق طالب عن طالب حته بس تنظيم الوقت والتركيز. لكن كل الطلبه مجتهدين، وكل الطلبه شطار، وكل الاباء والامهات عملوا اللي عليهم، وكل المدرسين عملوا اللي عليهم، والوزاره عملت اللي عليها، والاعلام عامل اللي عليه، مفيش اي مشكله ابدا بالنسبه لحد. لكن هي بس بتبقى توفيق من عند ربنا ودعوات. ايوه، انك تهدى كده
وعادي اللي قبلك كان ثانويه عامه واللي جاي بعدك ثانويه عامه. تنصح اولياء الامور في الفتره دي بايه، خصوصا ان هم مش عايزين يشوفوا ولادهم في العشر ايام دول، ما بيعملوش حاجه غير ان هم ماسكين الكتاب وقاعدين. لو لقيت ابنها او بنتها بيسمع حاجه على النت، لو بيتكلم مع صاحبه في التليفون، صريخ في البيت طول الوقت. سيبيله كده يعني، سيبيله مساحته، لان هو هفضل ضاغط عليها هيعمل ايه؟ هيضحك عليا، اه بابا انا بذاكر، فاتح الكتاب. انا بذاكر ودلوقتي كمان كله اونلاين، فاتح يا بابا الاونلاين المنصه اهو. ما احنا بقى مش عارفين هو فاتح الاونلاين ولا بيعمل ايه بالظبط. الشاشه تحت ويجيب اي حاجه ثاني. لا هو الولد لا يعني، انت اكسبه ثقتك وحسسه ان هو اذا كان ولد انت راجل يا ابني انا واثق فيك، اذا كانت بنت يا بابا خلاص انت انسه ما شاء الله عليك واثق فيك وعارفه مصلحتك ايه. ومعلش بقى هو اخر اسبوع دول نفسي اكتر منه، هو اللي ذاكر ذاكر. هم اكتر كلمه بترعبهم بقى كلمه اللي ذاكر ذاكر. لا مش حضرتك يعني، هم بيرعبوه بترعبوا انت عملت اللي عليك بس دي الحقيقه. انت خلاص اللي ذاكر ذاكر يعني، انت بس بتلم اللي فايتك. واحنا كمدرسين او كطلبه حاسين ان السؤال اللي ما شرحتهوش هو اللي هيجي، والسؤال اللي ما ذاكرتهوش هو اللي هيجي. انتوا كمدرسين يا مستر محمود بتتفاجئوا احيانا في الامتحانات بحاجات ما كنتوش متوقعينها؟ بيحصل وارد جدا يجيب لك فكره او حاجه انت ما شرحتهاش او الطالب ما ذاكرهاش او ما عدتش عليك. ده تقصير من فين؟ من المدرس ومن الطالب. معلش ما حلناش كتير. لا ما هو بص، اصل ما فيش حد في الحياه هيضمن الامتحان بنسبه 100%. لك عشان كده نعمل دي ايه؟ دي مستحيله. لكن انا اعمل ايه؟ احاول احل. اول كلامي قلت ايه؟ حل امتحانات على قد ما تقدر. ان كل ما بتحل هتلاقي افكار جديده، هتلاقي تكايه قلتها تكه او في جمل متشابهه او في حاجه لفه. هتعرف وكمان انت هتكتسب ثقه. خلاص بقى انا الكلام ده عدى عليا مش اول مره. ساعات والله الاولاد بيقعدوا يفتكسوا حاجات وبتطلع مظبوطه. ساعات هم محترفين في الحاجات دي. بيهبط ويطلع هايل. يعني هو اتعود على كده والدنيا ساعات بتمشي. ربنا كرمه كده، هو ده عياله في البيت. بالظبط بالظبط. اتفضل. في بعد كده اللي هو سؤال القصه، ودي بقى معلش انا عايز الطلبه تركز معايا وولياء الامور والمدرسين في القصه. يمكن احنا في الفتره اللي فاتت في اولى وثانيه ثانوي كانت اسئله القصه يعني ما بتجيش بشكل مباشر في الامتحان، كانت مجرد الكلمات او الفوكاب وممكن يعني يجيب جمله على معنى كلمه او حاجه. السنه دي بقى القصه بتاعتهم اللي هي جريت اكسبكتيشنز، امال عظيمه، في ناس بترجمها توقعات عظيمه، عليها سؤالين، والسؤالين كريتيكال ثينكينج. يعني ايه كريتيكال ثينكينج؟ يعني اسئله تفكير نقدي، ودايما اسئله التفكير النقدي بتتعامل مع الشخصيه. طب انا مستر دلوقتي انا القصه دي 12 فصل هلمها ازاي في دفعه؟ هي عليها كام درجه؟ عليها 4 درجات. العيال بقى بيحسبوها الحسبه دي. بس 4 درجات عندنا احنا ب1%. اه يقول لك انا هقعد اهري نفسي لا. في 12 فصل لا علشان 4 درجات. انا بقى دلوقتي هم انا بفهم، انا ما بقولش ان ده صح بس هم بيفكروا كده. طب استني بقى، ما المقال 4 درجات. اما انا هقعد 4 هنا و4 هنا و4 هنا. وعاملاه ده عندنا سؤالين قطع في الامتحان، سؤال القطع الواحد ب 4%. 4%. الله كتير صح. سؤالين لا هما بيعملوا العملة دي في القصة بتاعتهم في العربي وفي الإنجليزي على فكرة. بيعملوا الحركة دي في القصة بتاعت العربي والقصة بتاعت الإنجليزي. المواد الأدبية سهل جدا إن الطالب يجمع درجات. طبعا. أنا بقول له إن سؤال القصة ده هو أكتر سؤال مضمون. وأقول لحضرتك حاجة، سؤال القصة دلوقتي قلت لك الشخصية. أنا لما أجي أراجع القصة دلوقتي مش هراجع، زمان كنا بنراجع ال 12 فصل وكان المدرسين بيحفظوا الطالب السؤال بالإجابة. أيوه. ويسمعها له. دلوقتي لا، دلوقتي كريتيكال ثينكينج. عبارة عن نقد درامي، نقد فني للشخصية. أيوة. رأيه فني. إيه في القصة اللي هراها؟ وأي كانت الإجابة صح. صح. هو ده رأيه. ده رأيه. فما فيهاش حاجة. يركز على الشخصيات الثلاثة الرئيسية في القصة. عندنا بيب اللي هو بطل الشخصية الأساسي. عندنا ميس هافيشام اللي هي الست اللي كانوا فاكرها البينيفاكتور بتاعته. وكان عندنا ستيلا البنت اللي حبها. في بعد كده شخصيات تانية ثانوية. ياخد الشخصية، أي شخصية في القصة ليها. هو بقى سايبين القصة كلها مركزين مع ستيلا. ومال؟ هم عاجبهم ستيلا جدا. هو فيلم كان عايز ياخد يتجوز ستيلا. هم عاجبهم ستيلا. فهو إيه الشخصية، أي شخصية في القصة ليها 3 مراحل، البداية والكلايمكس الذروة بتاعتها والإند بتاعتها. الأسئلة، فأنت عارف الشخصية بيبي مثلا بدأ كان ولد فقير فيمرن نفسه على فكرة النقد. وفي الحياة في الكلايمكس بتاعه لما أصبح جنتلمان ونفسه، وحياته انتهت بإيه لما جه مصر يشتغل في مصر. جه دور على شغلانة وجابه مصر يشتغل عندنا. ستيلا كانت برضه ده لوحده كرييتيف. ستيلا برضه كانت صغيرة يعني قصدي الشخصية كده بـ3 مراحل هيلاقي القصة كلها
انا لما اقول لك احكي لي الفيلم ده الحلقه امبارح اللي ما شفتهاش هتحكي لي ايه بالظبط؟ بتمسكي لي شخصيه وبتحكي لي عامل ايه. طيب عايزين نقول نصيحه عامه واحنا بنختم لقائنا النهارده علشان للاسف وقتنا خلص، بس احنا هنكمل مع حضرتك اكيد خلال فتره الامتحانات كلها. عايزين نصيحه عامه تحب توجهها للطلبه والاولياء الامور دلوقتي. الطلبه خلاص جماعه الوقت على الابواب، نظم وقتك، اعمل جدول مواعيدك، ذاكر، ما تذاكرش الماده السهله عليك بس. كنت اقول لك انا سهل الماده دي سهله اذاكرها كل يوم، لا، نظم وقتك، خد السهل وخد الصعب، طلع النقط الصعبه اللي عليك، اسال زمايلك، اسال مدرسك، ادخل على الانترنت، ادخل على بنك المعرفه، اسال مدرسينك، هتعرف تلاقي لها معلومه. الاباء اهدوا خلاص، بلاش نضغط على الولد، خش ذاكر خش ذاكر. انت بتعمل ايه؟ فتح التلفزيون ليه؟ فتح قاعد يعني ايه تخرج؟ يعني ايه رايح النادي؟ وهو يرد عليك يقول لك ما انت قلت اللي ذاكر ذاكر وخلص. لا خلص. فاديله مساحته، وهو انت عارف ابنك برضه بيعمل ايه، وربنا يكرم. وفي النهايه الثانويه العامه هي توفيق من عند ربنا، ولكل مجتهد النصيب، يعني ثق تماما، طالما اجتهدت وعملت اللي عليك ربنا هيكافئك. الحمد لله. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. الحمد لله. ربنا يوفقهم جميعا. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمود. انا اللي سعدت جدا بلقاء حضرتك. بنشكر استاذ محمود نادي خبير تربوي موجه اول لغه انجليزيه باداره اسوان التعليميه. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا نروح معاكم لفيديو بيوضح طريقه عمل اكسسوارات بالنسبه للبنات.